سأعيش رغم الداء والأعداء كالنسر فوق القمة الشماء، أرنو إلى الشمس المضيئة هازئا بالسحب والأمطار والأنواء. لا أرمق الذل الكئيب ولا أرى ما في قرار الهوة السوداء. أبو القاسم شابي شاعر محبوب لدى الجميع، وأعتقد أن شعره سيبقى خالدا عبر الأزمنة، لأنه دائما يعطينا الشجاعة والإرادة لمواجهة جميع التحديات. البشرية تمر اليوم بفترة صعبة في ظل انتشار جائحة كورونا في العالم كله، وهي فترة أصبحنا فيها في أمس الحاجة إلى الشجاعة والإرادة. فلا تجد الكآبة ولا ينفع اليأس، لأن تاريخ الإنسان لم يخلو من المشقات والتحديات منذ أقدم العصور حتى يومنا هذا، ولكن الإنسان هو الذي استطاع أن ينتصر في كل تحديات. تذكرت هنا مقولة مشهورة للفيلسوف الصيني القديم مانشيوس الذي قال: "صورو شان يو، صوان شان زو، جيبين شان فوتسي، زي بايشين تشمو". إذا تصاحب الناس في الحل والترحال وتعاونوا في الاحتراس من اللصوص وتساندوا في أحوال الداء والمرض، فسوف يعيشون في محبة ووئام. في أوج انتشار الوباء في الصين، تلقيت رسائل كثيرة من أصدقاء العرب ليطمئنوا على أحوالنا، ومن جانبي نشرت مقالات في صحف عربية وشاركت في مقابلات حوارية لبعض الفضائيات العربية لتعريف الجمهور العربي بالخبرة الصينية في مكافحة الوباء. كما شاهدت عبر وسائل الإعلام أمثلة كثيرة على دعم المتبادل بين الصين والدول العربية أمام محنة كبيرة كجائحة الكورونا. لا يمكن لأي فرد أو أي مجتمع أن يواجه التحديات بمفرده، لأن الوباء لا يعرف الحدود، فكلنا في مركب واحد يربطنا مصير واحد، وبتعاون وتساند فقط يمكننا أن نتخلص منه سالمين منتصرين.